صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مصباح الخميس أكيد ضحوية الخميس أحينا ضحواني الضحى فيعتبر هي لكم بعدلين يدنا الظهر بعدل الأصباح الخير والسلام عليكم وكل متداول نمرات. أنا مرنكم يوم الخميس ما نشم صباح الخير حتى حين من كم من يوم نشتي وايد مخرة وأنا شوي متأخر لجل جاي عن تار سفر وركضة وتبتة وريم الحمد لله اليوم خاف الوريم وبخير السهال ولا أشكو من باس وإن شاء الله اليوم وجهتنا شويهات إذا الله جعلنا من الحيين و بنوافيكم كل مستقبل أحب أسير أطالع الزراعة بسولف ويا مهر قايل له أن يقطع زراعة من تحت يسوي له تقليم يسمون التقليم الجائر هذا التقليم الجائر إذا تبى يعني وقت الحرورة الحر بعد التقليم الله يحفظكم التقليم الجائر هذا للي يبى الشيرة ما تصير وايد فوق شير لأن الشير بعد من يتعلق بعد 5 أمتار وسبعة أمتار منو يطالع منو يلحقه يباله غابة يباله مزارع لكن اللي في البيوت يقطع جميم الشير شرق وغرب يقلم من كل بقعة ذراع نص ذراع ذراع نص ذراع وهذا يعطيه ليش ما يتقلم في القيض في الحر يعني حسب ما تظهر عصارة الشيرة من التقليم لكن الوقت يوم يكون مثل حين من شوي يظهر السهيل وتبرد الأرض التقليم يستوي زين لكل شيء للحمضيات الهنبة الياسمين الحين عقب ما أنتج هاك الانتاج الزين ينقص تقريبا 1/3 من الياسمين الورود ينقص 1/3 يتخلى 1/3 ويلم زين ما زين سماد ما شيء الحين تسميد الحين ما شيء تسميد ما شيء سماد وغير سماد سماد إن شاء الله من يجي البرد تكرم الزراعة بين فترة الثانية شيء ولين وثلاثة شيء ولين لين يوجف الشتاء من يوجف الشتاء حتى ساعة خفوا من السماد لكن طول فترة الشتاء السماد ما له وقت معين مثل بنادم ترى شيرة تاكل وتشرب عبارة يعني تعطيها ويبة واحدة ما يشوف العقل قليلا دائم ولا كثيرا منقطع بين أسبوعين ثلاثة أعطيت شيء ولين بين أسبوعين ثلاثة أعطيت شيء ولين سماد الله يعزمك والسامعين هذا وايد زين وتنعطى حينه أحماض أمينية شيء الأشجار كلها وتنعطى مركبات تغذية مغذيات وتنعطى الله يحفظكم عناصر صغرى هاي كلها أشياء وايد ما شاء الله سيارة عود يا العناصر الصغرى سيارة بيضة كم أكبرها العناصر الصغرى مثلا الكيلو يسد مزرعة كاملة كيلو بزمة وعراه بسم الله ترى الباب كان مسكر كيلو بزمة وعراه يسد مزرعة كاملة كيلو سيارة بيضة كم أكبرها يا يتنبي نوضا كم ها قالوا لي قبل والله منو قال لي غانم العبار من سكان مردف قال لي خالد ترى هذا أبوي ما يقهر حرورة تحمل تأخذ منه وبشكم أبوي نقهر حرورة وهذه مسوي خنابيل من زينة قال ما يقهر حرورة والله الشهد إنك كسر ميادي فيه قال بالله تعدوه كيف أنا والحمد لله أني ما سمعت رمسته هذا التنوح غادي أثنى شو ما زينها في الشمس خطف عليهن القيض الواهيب المغبرة هذا الله يحفظكم ترى أخوي خلف يعيننا والله مليون مرحبا براشد الأمور طيبة دخل قبل يداخل زي هذا جاي يعني من البارح نحن لا شفناه ولا صورناه هاي 4 صناديق 5 خليهم فوق بعض هاي نفس الشيء افتحي هذا لازم نبطل هذا الاثنين وهذا خلاف بنفتح أنا بطلبتي هذا إيه جاينا أبوي من عند بمبارك جاينا من عند بمبارك عايض من صحم جاي حلوة ميزون حلوة ميزون جاي تهوي جاي بك كملوني يا بي ما شاء الله يا رب يا في الدنيا أيوة هاي حلوة الدبس أخباركم عنها Thank you يلا open one of these one of these and one of these small
شغاله. عند اوبن ذا سكيس بعد اولسو بنخبركم عن شو هذا. اقول لكم سياره عود جاي هذا ابوي شقيقي الاصغر خلا. Good morning my brother. Good morning. How are you? الله يحييك. العلوم والربع والصدقان. يسرك الحال. راشد واخوانه. خير يسلمون عليك. يا رب يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ابو راشد. الله يحييك. يتنا العافيه ويتنا البركه. الله يحييك. حي فضل الله حي شقيقي الاصغر. الله يحييك. بيني وبينك كم سنه؟ 10. الحمد لله. لكن بعدني يعني ابوك يبين اللي بينك انك انت اكبر عني ب10. هاك زين. لا والله الحين صابغني هالحين. لا والله فنان حيل. لا تبين اصغر. مرحبا 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 بدوارك. هاو ار يو؟ بعد تسوي لي ترتيب؟ يا سلام يا سلام يا يلا. شكرا دوارك. دوارك كم اوبن ذس وان وي ويل شو ذا بيبل واتس انسايد ات. اي برينج اولسو سبون. جيف مي سبون كويكلي عادل. ايوه بنرويكم هاللي جاي لنا ابوي من صحم. هذا اللي جاي ابوي من صحم دبس فرض. دبس الفرض هذا دبس الفرض هاي يسمونه الغناء. هاي يسمونها الغناء. هب دبس المصانع؟ لا هذا دبس الفرض. بالأساس دبس الفرض ما يحصل أصلا وإن حصل من النوادر. ها يتميز دبس الفرض إنه ما ينعطى إلا للغالين ولا ينصفط إلا للناس اللي يعرفون قدره. ما يحطون يلعبون بلا يحطون على فطويسة. أنا مرحبا 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 بدوارك. هاو ار يو؟ بعد تسوي لي ترتيب؟ يا سلام يا سلام يا يلا. شكرا دوارك. دوارك كم اوبن ذس وان وي ويل شو ذا بيبل واتس انسايد ات. اي برينج اولسو سبون. جيف مي سبون كويكلي عادل. ايوه بنرويكم هاللي جاي لنا ابوي من صحم. هذا اللي جاي ابوي من صحم دبس فرض. دبس الفرض هذا دبس الفرض هاي يسمونه الغناء. هاي يسمونها الغناء. هب دبس المصانع؟ لا هذا دبس الفرض. بالأساس دبس الفرض ما يحصل أصلا وإن حصل من النوادر. ها يتميز دبس الفرض إنه ما ينعطى إلا للغالين ولا ينصفط إلا للناس اللي يعرفون قدره. ما يحطون يلعبون بلا يحطون على فطويسة. أنا دبس الفرض دبس الفرض مش كل إنسان بيعرف له. ها لازم ها ينحط بقياس أولاً. هذا دبس الفرض ينحط خاشوبتين. هذا عاد ما ينحط إلا للغالي. ها حرى عسل أشد عن العسل وأمطع وأخير وألذ بلك وستمية ودي. لازم عادة ويا العسل لازم الدهن الطيبة. ها هاي الدهن الطيبة لازم لازم تكون مرة مغفية معالي. ها هذا هاي طريقة لازم وقت الأكل هالنمونة اللي يأكل لازم عاد يكون خمير ولا محلى زق نبوت ولا كباب. ها هاي طريقته. ها لازم هالنمونة. وابوك سكن الباب. من الشروط لازم الدهنة تكون حارة ما تنحط الدهنة يامدة. والله لا ظهرك خارف الشمس يا مدحوب انت. لازم الدهنة ما يجيب هالرمسة. زقري لي مهر. زقري مهر مهر بطة. زقري مهر 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 ما النفر ما الزراعة. يا الله زين خاري خاري برا ولا تخليها دقيقة الحين حشرتني حشرة. نعم هذا أبوي سمعتوه اللي يقرونه أدب حمدول ديايته. هذا نوع من أنواع أدب حمدول ديايته. يعني هالنمونة هذا دواك وأقل عن دواك في الشمس التم. أكرمناك وحشمناك حطيناك ويا العرب ويا الناس الأحشام ما شي فايدة. قاق وقيع البارحة عاد ينينونه ولا البارحة. الله أكبر عليه. إن شاء الله فكرة عايض وايد جميلة للصناديق ويكتبون عليه لحج مبرور ودب مغفور واللي جاي من السفر يكتبون عليها اللوال وتستحجون سلامة الأسفار. يعني ترتيبهم وايد زين.
مطرشين الله يحفظكم. هاي حلوات حلاوة العسل، هاي حلاوة العسل، هاي الليمونة، وهذه الحلوى الأبيض، هذا أنا أحب هالحلوى الأبيض، وهذا الله يحفظكم حلوى التين، وشي بعد من غير حلوى الدبس، هاي عبوة أم ثلاثة، وهاي عبوة أم أربع أربع نمونات، وهاي عبوة علبتين، وهاي قبيطيات بعد مقير، ها شغلها مرتب ما شاء الله. أنت شو رأيك شقيقي؟ لا ما شاء الله تبارك الله. لا شو رأيك لازم نعطي شقيقنا الأصغر يطعم؟ تعرف أنت شو بتسوي؟ نحب نطعمك من صندوقك وبتشله وياك البيت، شو رأيك؟ هي نعم. هي أول وحدة تبع العسل، وهذه تبع التين. ترى أبوي ما بكل خدمة خدمة واحد طعم. أيوة يلا يلا يلا. أيوة أشكر عنك. وهاي الحلوة البيضاء، هاي عاد اللي أنا أعشقها عشق. لذيذة لذيذة. إيه والله زاه الله خير. هي يلا بون ابيتي يا شقيقي. ها دوارك سكري هذه وديها بيت سيارة خلف. صبي صبي أول شي بنصور هذا. شقيقي شو رايك وديها سيارة خلف؟ رقم واحد حلوها ها؟ اي والله امس حتى كل اللي طعموه في العرس يازلهم واللي جسمنا عليهم، وان شاء الله هذا ابوي بيصير للعرب اللي ما طرشنا لهم بيت قوم بالعري في البطين يراننا من سنين. هاي لك عاد يراننا ثرنا ابوي ما طرشنا لهم، بنطرش ابوي حق فريج بعد بين الجسرين بعد بناتهم بيت خلفان بالعري يراننا في البطين تياورنا وياهم سنين طويله. ما يانا من وراهم إلا ذرور المسج ييرتن طيبة ووافين وناس نيواد. يعلى الله يحفظهم بيت حياة خلفان بالعري من أول ما استوى البطين أولهم داخل وعقب تحولوا عدالنا وين قصر الشيخ مبارك وقصر رئيس الدولة الله يحفظه يطول بعمره. بس البيوت العامية إلا نحن بيتين ثلاثة ولا الباجين كل أبويه كمبنية ومتيره ومشايخ الله يحفظهم. يعطيك العافية أبو راشد، يعطيك العافية. أهلين 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 أهلين. يا رج الله يدوارك يا رج الله. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. بالنسبة لي تخبرون عن اللي جاي الإمارات زيارة، ما يقدر جاي الإمارات زيارة يقدر يرد بلاده، لكن ما يقدر يصير ياخذ تأشيرة. مثلا أنا المسرح يتخبروني كيف سويت للتأشيرة، مسوين للتأشيرة نحن من بلاد مسوين تأشيرتين، واحدة مصر واحدة لتايلند، كلفن 4000 درهم من هناك من المكاتب عندهم. فيزة الإمارات، فيزة الإمارات تكلف 2000 أظني ولا 1000، وفيزة لندن تكلف بعد 2000 لو 1000 والله ما أتذكر، حول الأربعة أظني قاصر زايد العلم عند الله. لكن اللي بي زيارة ما يقدر ياخذ فيزة بيزور بلد ثاني من الإمارات، لازم يظهر فيزته من بلاده، وبي الإمارات ولا بي شرق ولا بيصير غارب ولا عندك ولا دونك يكون الفيزا ساري المفعول. ترى الفيزا التايلندية يوم يعطونك إياها ولا بي ساري 3 شهور. أبشروا بهالوحش. مرحبا مرحبا. Good morning my brother. Good morning. وين البوس الحبة وين؟ ها من الكبار. لا صراحة هل متى؟ خبر خدمة بابا خدمة. شكرا حبيبي. شو تمام؟ يعان؟ يا خبر خدمة. هي تعرف تأيبه تكلمه. ايه كنت كل كل كاد. تبي تكلمه ولا سندويتش شو تبي؟ شرط البارحي؟ ايه. ما خلوه ببي. هبي تودي من البيت خلوه. ان شاء الله. سويت حمام مغربي صراحة. شو في راسك عاد في كل يديك؟ على شيء؟
صبر صبر صلاح، وين صرت انت اليوم؟ سالون. وبعد بس سويت مساج دبين اللي يسوي المساج مينون صلاح. شو قوم انا لا انا ما بقوم، خلني عندك. طب كلمني عاده. بتقوم تصلي عاده حين حاط الاذان على كل البلدان، السعوديه، الكويت، البحرين، عمان، مصر، الاردن، كل البلاد ينحط. زي قم صل عادة. وين ساير؟ قم خبيب عندك. صار حينس عندي. انت ما نتحول يا شام. ايه بتشب على راسي. ما بغضبر عنه. صبح على راسي. وكل ما توالم سيرة البحر يطرشوا لنا ابوي من هالكيكة. كيكة عزة. هاي كيكة وحدة. اللي هي بالشعيرية اللي هي على أساس إنه بلاليط الحموس. هاي وحدة. والثانية اللي هي باللوز. والثالثة اللي بالسمسم. واليوز. وكل وحدة أخير عن الثانية. وكلهن مخدومات بالسح. عينتن بالسح اللي هو التمر. وكل فنان وكل زين وكل عربي مشكورين لكيكة عزة وما قصرتوا على هالشيء الفنان المميز. الساعة كم بتحركون؟ الساعة 5. الساعة 5 العصر. وصلاح كل اللحية لحية بيضة. بتروح تعرف ما يفتح دكان يسوي حالات بعدين بروح تاع 5. ليش ما تحجي في البيت أنت؟ بيت ما يريد اليوم هناك داخل كل يوم بيت بس اليوم هناك حالات. بعد. خيخ. لا ما في شعر وايد ترى. لا لا ما يحتاج. بكرة حبيبي. بكرة. بس إذا خلو خدية. زين بتوديهم شو؟ حالة. يا سلام يا سلام يا سلام. وافي وافي يا أبو أحمد وافي. ما تسوي إلا الزين يا صلاح. صلاح هذي يوم تصير عندهم تاكل منها الحلوة. لا اللي ياكل من هذي اللي ياكل من هذي من صلاح اللي ياكل من هذيته نقب. ايه تحملت وضحنا عند العرب. صلاح وين بتغدون؟ ليش؟ هو يبي يتغدى في مطعم اليوم؟ اذا ما في بيت هنا ما حديها بابا خلا اذا ما في بعدين نروح اكل مطعم. ليش هو يبغى اليوم مشتهي ياكل مطعم؟ ايوه. شو تبغى عاد الاكل؟ لحم. كل شيء بتاكل؟ لا بس واحد شيء بس كل شيء في مطعم ما اريد واحد شيء. زين ما شيء مشكله الله يحفظك. ما شاء الله الزيتونه هاي كانت يعني تقريبا شويه اقل عن الهمبا هذه بشيء بسيط وقلقصناها تقلقيص. شرط ما يقلقصون الحمام الأول هالنمونة من كل مكان ذراعين وثلاثة. فالحين بتغل إن شاء الله بالورق الجديد وبتغل أبوي بالثمر الجديد وبتغدي أقوى عن العام لك سمة ودي. بالرغم من العام ما شاء الله هالموسم اللي خطف أكرمتنا كرم تبارك الرحمن يعني بذلت اليهدة في معطاها لنا السنة. كل زيتونة صورت لكم إياها على كبر الجف وما شاء الله ثمرها أكثر عن ورقها. والسنة ريحناها قلقصنا أطرافها وبنكرمها إن شاء الله بالسماد وبالمركبات وبالدنيا لين تغنيها لين تقول جيج. ها شو حين الهمبة كله قلقصوا من تحت شوفوا ها كله متر تحت الأرض تركون كله نقطعوهن. هالا ضعيفة هاي تضعف الشيرة تضعف فتخلي متر ونص ويا الهمبا يصير تغدي الهمبا مستريح ومريح ولا تشكو من باس. وهاي الأطراف هاي تحت هاي تشوفونهن هاي متهدلات كله يتقطع هذا كله يتقطع هاي تحت كله يتقطع تصير تعطي الهمبا تصير في قوة تصير في نشاط وتغلب ورق جديد. شو ما شاء الله اللهم لك الحمد.
من داويناه نبوي عن المبيد هذا قدم خير. ها شو الأول وانتش قايل ها طاح الغلي جديد تبارك الرحمن اللهم لك الحمد. ما يستوي شيء بدون عناية بدون ملاحظة، مستحيل مستحيل انك تصفد كار من وراء اي شيء كان، سواء كان من الحلال ما هو من الأغنام ولا الأبقار، أي رزق من الله إذا ما تحط يدك فيه روحك تغدي غدي مراقب عام عليه، أتيه شبه يوميا الزورة صبح ومساء وتيه وتطالع حلالك، ولا والله يا أبوك لي غدي في غدي ما يسوى شفطة، ها تعال ياي ها تعال، هاي كلها حين قال قصة قال قيس من تحت كامل، وخلها إيه قال قصة قطع هذا مرة خلها تنصح ثقيلة. هذا اللي تشوفه إيه. ها هي هاي الركون هاي اللي تشوفن هذا ها هذا بعد قصة هذا العود، خل بس اللي يدع حالي في النص سنتر، وين السنتر هذا السنتر سن... هي هذا قصة هي قصة هذا وقص قص دور ما دار ها ها سويها تواليت كامل دور ما دارها تواليت بتنسع بتغدي فوق بتصير بتغدي بخير وسهالة زين هبي من البحر وانت ما سويت هالشغلة كلها بارك ها. وهاي بعد الحنباة قال قصة من تحت، وين اللي فيه مزهر لا تقطعه، اللي فيه زهر لا تقطعه. ما شاء الله ما شاء الله، السنة أقول لكم سنة خير سنة خير سنة خير. الأرض مبروكة وتبارك أبوي على الأرض، اسم الأرض مدينة محمد بن زايد، وين ما تبونها تتبارك، وين ما تبونها تتبارك مدينة محمد بن زايد، الاسم روح محمد ولا اسم منك زايد. يا سعد حظنا بهالسكنة، يا سعد حظنا بهالسكنة وهالاسم المبروك، وين ما بغدي بخير بنغدي بخير لله الحمد. ها تعال ياي كل هذا أبوي قال قصة من تحت حينة أي مكان. شوف هذا في هذا شوفون ما شاء الله كله لومي لبنان، ها المكان اللي ما في ثمرة قطعها من أطرافها، كل الدور ما دار المكان، كل الشير لا تخلي ولا شيرة، كل قال قص دور ما داره، لا تقول ما قلت لك. هي بارك الله فيك. هذا حين وقت ابويا تاخذ من اطراف الشير حتى الحرير هذا الهمبل الصغار اللي تشوفه هاي لا تقطع منه شيء لين يصير ويتقوى، ولا هذا شوي اللي منتهض قطع ابوي من اطرافه وان شاء الله بينسع بيغدي بخير وسهاله. ها هالركينات بعد قطعهن لا تخليهن، هذا ها ها قصه لا تخليه. شيء في لومي؟ في لومي لا، اللي في لومي لا تقصه حرام. ياسين ترياه هاي عجبة عاد لوميها تبارك الرحمن، كل ما ريج. شو ما شاء الله ورقها هذا عقب العلاج، شو ما شاء الله لو تحيدوني يظهر متجلفة. هي يلا رقم واحد الحمد لله رب العالمين. شوف هي ما في ريحة لأن الحين الحكومة أي شيء في ريحة ما يجيبونه. شوف ما شاء الله هالغل جديد، والغل الأولي ها شوف ايش قاعد يتجلفع، هاللي في دولة الأنفاق أو حافرة الأنفاق يسمونها، ها هاي في إصابة الأول، هاي الإصابة القديمة وهاي الغل الجديد. ما شي شراته هالرش ضروري ضروري ضروري. هذا الفش المبيد حشري عناكبي، مبيد حشري عناكبي اسمه على حسب الإصابة. يعني شوف أنا أنصح نصيحتي ينرش مبيد حشري، هذا يتسوونه يعني كل شهرين كل ثلاث ينرش مبيد حشري عناكبي، اليوم مثلا تتريى أسبوع وترش مرة ثانية، عقبها تتريى ثلاث أربع أسابيع ترش مبيد فطري، رش زين مبيد فطري وعقب تتريى أسبوعين وترش مبيد حشري العادي. هذا كل ثلاث أربع شهور يباله لازم على ساعة. شوف ها شوف الأول كانت الإصابة، هاي الإصابة شوف الحين هذا من عقب العلاج، لازم العلاج بدون علاج ما يستوي ما يستوي ما يليش في العقل أنك أنت بتصفد كار بدون علاج. كان ها شوف ما شاء الله لومي، شوف ما شاء الله وده ها عسف الحين لومي، لا تخلي لومي مرة وده خلي يسوونها كار هي كل يوم بارك الله فيك. هاي عسف اللومي خلي حق البشاشير هناك يسوونها هاتشار، تسويهم محمد العام سوى الدنيا والدين، ليه ما بناكل بنعجسمه بنعطيه.
لازم تتريى لين تيك إصابة، لا، سووا جدول للزراعة، جدول للرش المبيد. المبيد هذا لا بد ولا عذر منه، يقول لك والله ضار وما ضار، ايش بتسوي عادة؟ ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ يموت سامانك؟ هذا ابوي شر لا بد منه، شر لا بد منه، هذا اخر العلاج الكي. انت حما بتروم تغدي زراعك وتهلك، يهلك سامانك وانت متكسر ومتيبر ومخسر وطحنت الزمان، لا بد منه، لا بد ابوي من الرش هذا، لا بد منه ضروري ثلاث نمونات. شو الحين ابتدى الغلة جديدة، شو هذا من عقب العلاج، هذا من عقب العلاج. شوفوا الرش للي عندي إصابة، حتى اللي ما عنده إصابة ضروري كوقاية. أول بادي أهم شيء، أهم عوقي الزراعة أي اللومي وي الهمبة، العناكب، مرض العناكب، العناكب الصفرة هاي لا ترى بالعين المجردة. يرش بوي يسمونه المبيد، مبيد حشري عناكبي، رش اليوم ويتري أسبوع يرش الرش الثاني على حسب ما يقرر له القياس الزراعة اللي عنده والكمية والطريقة على حسب المهندس. مبيد حشري عناكبي مرتين يرش، اليوم يرش وتتري عقب أسبوع وترش الرش الثاني، هذا ضروري. وتتري شهر وعقب الشهر ترش مبيد حشري عادي بس مرة واحدة رشيت، تتري بعد شهر من غير ترش مبيد فطري. هذا من ترش انت هل كم النمونة اللي عديتك عديتن لك انت والخير ارباع، ما بيعول زراعك ما تعول ابدا. ولا تنسى الحين موسم الشو التقليم، التقليم الجائر هذا، شوفوا الركون اللي قطعناها نحن كل ركن بركنه، هذا اللي تحت اللي على طرف اللي على يمها كله يتقطع. ها شوف الزيتون، شوف الزيتون كم قطعنا منه، حسناها تحسيس وايد ضروري. شوف هناك الكميات وايد ضروري، هذا شو لجله؟ لجل تتقوى الزراعة، تتقوى وتغذي بخير. شوف هذا شيء من مقطع العام، شيء السنة يعني، الحمد لله. هذا الركن اليابس، ها هذا قصة، وهاي قصة الصن، ها ها كلهن كلهن، حتى هذا متعالجات، خل بس هذا الرئيسي، هذا وهذا اللي من غير كلهن قطعهن. بنرويكم ان شاء الله يوم الاحد من اي، بنرويكم الخلطه اللي حق الشو اللي يدوع وشو سببها، العام عديناها موجود على اليوتيوب، وما زلت مصر ان كل حد نصيحه انه يحط الخلطه هذه ان شاء الله يوم الاحد إذا الله جعلنا ملحيين ومدلنا بالعمر، أني برويكم الطريقة وليش وشو السبب، كل هذا بعده لكم إن شاء الله إذا الله مدلنا بالعمر إن شاء الله. شو ما شاء الله في فايدة، ها شو ما شاء الله كله في فايدة، هاي كده أقول لكم، هذا هو مزروع على الموسم، مخرين على الموسم شهرين إن شاء الله السنة. عطيت الله يحفظه علي بن غانم خريج التيار، عطينا البذر قلنا لابوي بذره عندك ابوي في الجرين هاوس، وان شاء الله من يستوي عطنا شيء وجسمه انتم شيء وعلى هواكم بالباجي. قال ان شاء الله، وهي والله يا ابو محمد تو رمسني من ميونخ، قال لي ابشرك ابوي نقر ونظر وغدا ابوي على طول الرايبه، ونحن ان شاء الله بني الاسبوع الجاي بصور لك اياه. قلت مشكور ما تقصر يا ابو غانم، جزاه الله خير. ها شوف بس البركة، بركة يوم تحل من الله. شوف من الأرض لين فوق وانت ساير، ها تبارك الرحمن. هذا هو يبعد عن الأرض ذراعين أو ذراع ونص، كم يبعد من الأرض؟ هاي الأرض ذراع ونص، ذراع والله، ها وانت ساير، ها الثمرة. شو السبب؟ لأن هذا عين نحله زارعين على الموسم، تدرون الموسم متى؟ الحينة، الحين ينبذر ويتنزل في الأرض في آخر شهر عشرة. إذا تنزل في آخر شهر عشرة والله يحفظها الزراعة، تازم الثمرة من الأرض وانت ساير. ولكن متى تاكل منها؟ تاكل منها ويا الانغالة، من تبشر الانغالة كلت منها. شوفوا حين اللي هو الشخاخ، هذا حد يسميه شخاخ حد يسميه خاخ، ترني سف اللي هو كلنا وعلى حسب هو، لكن هو الأصلة شخاخ. هاي اللي تشوفون متى أكله يطيب في الصفري، الحين جريب ويا البياحة، من تسمن البياحة
يا قالك بس غايته ابوي الشخاخ ويا البياحة. من يموت من يوصل موسم البياح وغايته بس كلت الواد وقطعت منه اليخاخ وطاحت ابن القطع وكل وصرت بيديك وريولك. يلا بارك الله فيك يا مهر. ثانك يو. ندخل على اليوتيوب، نروح البحث، نكتب خالد الخالدي بالعربي أو بالإنجليزي، بتلقطون مكتوب قناتي، دقوا على قناتي، نختار سبسكرايب أو متابعة بالعربي، وندق على الجرس، وبهالطريقة بيكونون بتكون أنتوا اشتركتوا في القناة. ما زين الجو اللندني، ما زينك يا الجو اللندني، ما زينك يا الجو اللندني. رقم واحد ما زينك يا جو، ما زينك ملطفك. الحمد لله الله لطيف الرحمون في عباده ان تعدل الوضع وبردت الدنيا وغدا الجو فنان شوية في حرورة، غير مش حرورة اللي هي اللي قبل شهر، لا الحمد لله رب العالمين الجو استوى لطيف. وانتوا يا ابوي اللي في عالي ردوا خلاص بس عاد عليكم، المدارس ابوي فتحت والامور تيسرت والمعاش ما شيء باجي عنه والحمد لله. قمض بحرج ولأن ظاهر المعاش والأمور طيبة. يا الله يحفظكم. ما زين البنادم، ما زين البنادم يوم بيأسس صداقات في حياته منذ النشأة منذ طفولته يتمون ربعه وياه دبة حياته. كيف منو اللي يتمون ربعه وياه؟ الإنسان الجيد تستمر الصداقة وياه. الإنسان الجيد سواء ذكر كان أم أنثى تستمر الصداقة وياه عشرة، كان من دم ولحم أو أخو أو صاحب ولا صديق، من نفس الطائفة من نفس الفريج من نفس الحارة من نفس الدار حتى لو من قارة أخرى، مدامه فلان هذا صديق مدامك زين بتزين لك العالم. من تشوفون الآدمي كل يوم له ربيع وكل يوم له صدقان وكل يوم له حد جديد وكل يوم قروب جديد وكل يوم صداقات جديدة، عرفوا ان البنادم هذا في خلل. شو السبب؟ شو السبب؟ اكيد في خله، في خله 100%. ما يستوي هالنوع انت يا البنادم الحين يوم تحط صداقات او انهم اصدقاء، الصديق اللي بيجيك لاجل حايه، لاجل مقصد، لاجل ترى ابوي يوم كانت بدي بيزه جميع الناس حبوني لما قل ما بيدي تغير طبع مظنوني، يوم كانت بدي بيزه جميع الناس حبوني لما قل ما بيدي تغير طبع مظنوني، لان المظنون هذا بغاه بس للعطايا. ما بغاك لاجل سواد عيونك، ما بغاك لاجل سمعتك وعلمك وخبرك، لا بغاك مدامك تلتشه، مدامك تلتشه ترى يباك، ومن تقصر ايدك عنه ودرك صار يدور غيرك. شو تحر انت لازم ما يودرك لانه انت ما فيك معنا، لانه لو فيك معنا الناس عيبت فيك وصادقك لجل اسمك ولجل شخصيتك ولجل خفة طينك ولجل زين اخلاقك ومعناك وسلكك ومذهبك. على هالاساس بتتم العرب وياك يوم انت نسر ويوم انت تعطي يمناك وتعاير بيسراك ويوم انت بيعاري ويوم انت لسانك يلوط اذانك. منو بيستمر وياك ولا منو بيستمر وياك؟ الكلام هذا موجه للكل. لازم الادمي يحسن اخلاقه والناس كلها بتطيب له. الادمي يوم بتطيب للعرب الناس بتطيب لك، كل هالعرب تسير وتي ويا اللي وادم. لكن الادمي اللي يوم انت عنده ترى زين ما حد شراته، ومن تجفي تعطي شوي الجافي حط فيك النون وانت وما يصنع لو انت اقرب للمقربون اليه. الادمي اللي هنمونه تنعاف ربعته، كانها ذكر ولا انثى، الحرمه ولا ريال، مدامه مذهبه قاصر والله ينعاف ولا يتشاهد مشاهد الكلب الاسود ولا مشاهد الربيع اللي هنمونه لو هو لقمه ما حد سمع لي
ولو هو جبله ما حد جاب الجداهر. وحتم الحريم تجسم بيديها وريولها الهدايا والصوايق وبين يوم وثارك، وهي تتحرى بتشتري الصداقات ابوي بالهدايا. هي ما تدري ان ابوي ياكلون كدها ويلعنون يدها. الصداقة ابوي ما بمقياس الهدايا وعطني عشان انا احبك. عمرها ابوي العطية ما كانت مقياس للحب ولا للصداقة. لادمي اللي يحب البنادم كان ذكر ولا انت، يحبه معناه يحبه لجل جالسه بشاشة خاطره، لجل كرم اخلاقه وسخ الدنيا ما حد يصير عليه. وحد من العرب يازم يتحرى الناس تنشر بيزة ولا تنشر بوعيان ولا قليب ولا سليسلة ولا عقيد ولا بأربع قطيعات وفيهم مضربين عطر وفيه خطيط فيه 500 ربية ولا 5000 من أبويا أمايا. هذا كل أبويا يأكلون كدها ويلعنون يدها. مدام أبويا مدامها خضرة بنلقط من حتاتها ومن تهيف. أي ها بعيد عنك يا دول على هالمنوال ولا ما حد أبويا. وهذه شغلة الانذال، هذه من مذاهب النذالة. لادم اللي يشتري الصداقات البيزات هاي من النذالة. هذا نوع من أنواع النذالة ونوع من أنواع قل المعرفة والاستخفاف بعقول الناس. انت تستخف عقولهم، انت ما تدري بان هاي الحينة او انت ما تدري بهم هاي اللي يبيعون يشترون فيك في العقل. هذا ما صبروا على ضيمك وضلايمك اللي يدروبك مدحوبه وخبيله ما فيش حاسيه. بناكل كدها بنلعن يدها. والله يا ابوك ما حدنا الشاد عنك. لو تحتاجين اردي ما حد عطاك تحكي بي. وصلنا جزيره شويهات، يلا الحين نحب ندخل الكتش. هذا الطريق القديم اللي من ثبت العقل هو موجود، من ثبت العقل وهذا الطريق موجود. ايوه خلاص هذا العدبك يلقى، هذا العدبك عدبك يرسته. والحين بندخل الكتش. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش عاد تعال وراسك بلا راسك، راسك راس مو راسين. تعال خلّى لك عيونك. تعال ابو خلوف تعال عادي يعني يفداك. حيا الله ابو محمد. والله مليون مرحبا مليون مرحبا. مرحبا بعلي سالم. مرحبا 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 ابو خليفه. ابو خليفه الحين يروي لنا ابوي مرتب، ابوي مطابخ مسوي ترتيب ويقول لي ما شاء الله يا المطبخ. بس ايه مطبخ ابوي ناصر حي. ها شوفوا شوفوا هذا ابوي، هذا ابوي سلكنا الحين. وين ما تصير لازم البيوت هالدار هاي ابوي سامانهم فيه. ما شيء مطبخ في مطبخ ولا مطبخ في مطعم ولا ها، كل بيت ابوي سامانه فيه. كل بيت بغيت بجدر ابو ذبيح ولا ابو عشر. يا رك الله يا رك الله. مال المندي افتح. هذا المندي أيه. شوف انت. نعم يشل اربع سياره. اي والله كل صينيه يشل ذبيحه على الاقل. تبارك الرحمن. زين ما تسوون له زين. درجه الحراره 150 وانت 7. وين من هن؟ هذا ما اشوفه خلوه في هذا. هذا مال البيتزا مال المشاوي مال يا رك الله يا ابو خليل. بسم الله عليك، بسم الله عليك الرحمن الرحيم. هذا هني حق الشوي والقلي. وين؟ هذا شيء باع. هي تعال هي ممنوع المقله والمشواي. هي هم مسوي اللي ابوي قسم خارجي. هذا ابوي المشواي المقله. هذا طال عمرك حق الشوي والقلي والدنيا تشوفه. اي وهذا مغسل مغسيل ماله والدنيا. اي وهذا الصح عندك ذبايح كني. يا سلام يا سلام. وفرش منديلك على الرمله. نعم باكر العشاء ترى كلكم هني. ليش منو عندك؟ مرزوق مسوي عشاء قال بنسوي في الميلس لانه كبير بنتعشى. مرزوق مسوي عشاء؟ نعم على سلامة ابوه. ايه مسوي عشاء وقال ابغى الجماعة الربع كلهم يتجمعون حاضرين. انها الساعة الطيبة. الساعة الطيبة. فنان وافي رقم واحد ما حد شراه ابو عبد الله.
قبيض احنا ما صورنا الحجار عاد الحين الحجار لا الله يبارك فيك. هذه القعده ابوي مالت البنيات والعريش مال مال الفريج يعني عادي ما في شيء هذا فريج وهاي قبيله البوانيش وهاي سياره خالد بن احمد ايوه حد جاي محمد تعال حد جاي هنا ابو شرف والله والنعم 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 ابو احمد امورين حق غدا الجمعه انزين ايش عليه تزين البيتات ايه تسوي قعده هنا في النيو يير يا رجال ورد بس الحين ابو شيء ما في ورد وهذيك اللوزه زرعيها السنه هذا مشتب ما شاء الله ايوه عريش هذا يعني ها يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام طال عمرك هذا السوان كله يطلع برا ويتمر هذا السراريد بناره ما شاء الله ما شاء الله ما تسوون له زين يطلع برا ايه مكانه ممتاز من اليس عاديه مكانه هي كاب كوار حق الضوء يا سلام نعم بارك الله يا ابو خلوف مغسلته وقعدته ومكيفه ايوه زونه وهذه قاعده قاعده البنات هذا مال البحر مال الحريم هذا مال الشباب هناك نعم ايوه هاي قاعدتنا هنا يحطون كراسي والليتات موجوده حتى فيه يا سلام سلم ما تسوون الا زين يا ابو خلوف كل شغلكم زين برد نصور الشاليه مال خليفه حق غايض به رباعته حق اللي ما شافه ابوي شاليه خليفه بن علي بن سالم نرويهم الشاليه قبل الشيء وبعده الشاليه عباره عن غرفتين وخلوه غرفتين وصاله ومطبخ هذا ابو هاي الصاله عوده وهذا حمامها مطبخها وهاي ابوي غرفه وهاك حمام والمول على اللي فوق انا شفت لك انا عن خاطري احب اسوي لكم اياه نرويكم الشيء الفنان ترتيب ابوي ترتيب عيال الهادومه ترتيب المهندس العود علي بن سالم شوف شوف يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ها هذه القناة هذه بوي القناة ولا شيء شرحت شوف الله عليكم شيء أحلى من المناظر أبدا أبدا روغ أبوك وسكر الباب أيوة 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 يا سلام سلم هاي ويا ستشتاء يمكن بقول لكم دعان دعاني ثلاثة ستة حوالي ستة عشر دعان ستة عشر دعان ابوي حتى شوف هاي خيمة الشعر وهناك بعد ياسم غير وهذا باب البحر مرة على البحر الساي وهاي ابوي شويهات برقة شويهات ولي بينا يا مرحبا ولي بينا يا مرحبا يا مرحبا الله يرحبك على فضله يا ابو خليفة يدفع الشر والعن كمبونك ابوي وافي وفنان وحد شراتك ما زينك ابو حتى غادي غاوي شيب الحين عقب ما شوفنا لا بسم الله عليك ما فيك زين ترى ابوي للحديث بقيه نسيت اخبركم ان يوم ابوي قبض طريق من ياس ونزلني جل الضب السعديات وظليت الدرب ابويا ما وعيت بعمري الا جدات شبرات السمك ونزلت وطالعت وقلت لكم ابويا شيء عندهم سبيدي شوف الله عليكم شو سبيدي مكبر هذا حبلها هذه 100% فيها حبل شو سبيدي سبيدي كويتي هاي عاد باكر ان شاء الله بيكون غدائي ان شاء الله شوف الله يحكم زينه جوازين وازين صيح ذنيك يا سليمان القصار تم هناك في امريكا انت تم هناك ابوي الاستيك وما ادري شو ما ادري شو صيح ذنيك يا القصار صيح ذنيك يا القصار سعيد بن هلال سعيد بن هلال محمد بن هلال وكلم ميدانون التصوير سلطان بن عبد الله
بعد ما يداني التصوير ولا هذاك عاد ابوي ملك التصوير غرابة التصوير ويحب العرب ويحب اللوادم وغير نمونة اندماجي رقم واحد. زين ابوي واصل من المغرب يا غير التليفون ما فيه رسال قوة الرسال ما بقوي والله قبل شهرين ثلاث كان مع شيء خير عنه وحين خف الرسال في شوي هات الله الله فين ابوي هل بالاتصالات قو الشبكة الطرف هذا وين الشويهات وين الطرف وين الجزر وين البحر الله الله فينا يملأ تقول أبو محمد هي سعيد بن هلال هي ما شاء الله عليه هلا الله يحفظه الملح ليه في القبيسات كله ما أخذنا الملح والقبلة ليه في القبيسات كلها عنده يعني الله يبارك فيه بلغنا فيه معرس هلال انت شفت الامر وين حنا عن الله تقابلك ابيات جواب معرب والنشامه يشيلونه هلا يا هلا 200 مره وعشرة ميات بجيل اللفه من كامل هبه بفنونه ويا مرحبا بعداد ما دارت الساعات بعداد ما هلل الوسامي من مزونه تراحي بشهمن جرب من الدهر حالات وصاحب زمانه هب له عالية فنونه خضعت الجوابي خضعت العبد للسادات ونشيت به مدي مواجيب مضمونه وذي عادة عند العرب اشرف العادات مع اهل الوفا في مذهب المجد مسنونه يا من يعاطيني الجمايل لك الحسنات انا اليوم واجف الذي تستحجونه ان كان بك مالا دفعنا لك الشيمات وان كان بك عسرا قضينا لك ديونه ابنه تسحب الدنيا ذيول من الكيفات زمان نتعذر وتعب اللي يشوفونه احتق البشام ودارت السفن واللنجات وعزي القلب من لظى الهجر ممحونه ركبنا عليهن واختفى سيفن عيلات وسالت الدموع اللي زهل كحل في عيونه ولهم ميت مات والموت شي فات الى الحي حق ويا زت الناس من دونه يا اله الا الله لكن هذه فجعة ترث الليعات وتدعي رزين العقل في خفة وزونه ويوم اطلب السلوان قال الصبر هاتي شاف الجريح اللي لها الروح ممعونه هاي عندنا في سيرة بحار عادة ليش ما تبي تصوير عادة شو مشكلك عادة هذا مشكلة هذا ما عنده مشكلة مرحبا سلام عليكم كيف حالك خير كيف انت خير اسمع شيء قرقش وقرقش قرقش قرقش شو تسوي ناكل رستق رستق ما شاء الله ما شاء الله والله تكون انا رزق في الليل لا يعني بروح بيت عدي مقته بيت عدي لي هذا تعال شو عندي كذا كذا تعال على فكره والله مرحبا مرحبا ابو ساري ابو ساري بيان جانا بعد ما بحبتين ثلاث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير الحين أبوي دشة مسائية خفيف خفيف اللي جري ببعيد هلال بن محمد ويا عياله سعيد بن هلال ومحمد بن هلال البحر بارد بارد ما بغى يبرد البحر يا أبوك توا بغى يبرد لمن يومين ثلاثة والله مرحبا بالنوخذه وهاي ابوي هاي النوخذه الصغار ها سعيد بن هلال وهذا ابوي محمد بن هلال وليش تلحف وجهك يعني يا ربي والله انا الله الله ما مسح كان صيد في خير لقطنا شيء زين صورنا ما كان شفتون ابوي ما صور تعرف ابوي انه لا شيء صيد ولا شيء همك الله ولا هم يحزنون يلا بنرمس الخلاص على الحين يلا فداعت الله يا الفريق ما زيد لكم مره ايوه هذا ابو لي هذا ابو لي ايوه 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 ما شاء الله تبارك الله ايوه
اظهر العوده هذه اظهرها العود العود هذه تحت ايديك حبوبيه هاي العود من السطرات ابرميكم بودرياه اللي ما شاف بودرياه هذا ابو بودرياه هذا ابو درياه اللي يطرون هذا بابا درياه هذا ابو درياه اللي يطرون ها تقول ما رويتكم بودرياه اظهر الجش العوده هاي اللي تحت ريلك تيمل 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 يلا عاد عيستي وانا تريا ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هاي هي يمله هاي عدلي بيسوي عليها فوقه يقصها بوي ثلاث قطعات الراس روح وهنيها هذا شاكلها ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن خير الراس اقول لكم ثلاث قطعات هاي ايه قمض برج قمض برج ولن الخير ياك يربع قمض الصيد هاي ماشي حتى خمس دقائق ماشي قمض برج صيد ابوي واخده كم باقي شيء باقي مستمتع يلا بعد ابوي بعد ان شاء الله خيرات الله وايد ما شاء الله يبان 10 من هاي بس وبخت عيني ما برمت 3 ايام انا ان شاء الله حلو بطيح ان شاء الله عسى شرات حد من تحت البرقع حد عارف حرمه من تعق البرقع حنمونه ابدا نفس السطرات ونفس البراطم ونفس العوينات عارف من تحت البرقع تغدي حنمونه بعد غاوي تراه شو تعرف شينه اللي حنمونه جش بريط مات حمر وغزوز غاويات وعيوني الصالقن بس باجيات الحيات المجارين اللهم لك الحمد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ها شوف ما زين حد يسميه ربيب ام الحلا جش ما ندري عاد غيرنا شي يسميه العلم عند الله ام الحلا وجش شو بعد هلال غير الجش ام الحلا هل ترى عندكم اقول لكم ترى هل عناج ودارين وتاروت ورحيمه كل ابو يسمونه هذا ربيب هذا يسمونه ربيب هناك عندهم ما زينه والشعوم يسمونه عريضي نحن نسميه شعوم او شعم وهم يسمونه عريضي ترى كل بلد وكل منطقه لها لهجه شوف ما زينها جولدن 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 العب يا الذهب العب يا الذهب ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن وينك يا هلال انا ما اشوفك ليش عاد هالرقاد مرحبا ابو محمد جود افترنون متى بتعزمني مره ثانيه لندن اي ها ترى ضرات ياعده لا اول شيء من حلو كل شيء مال بلاش منو بنشاور الشامسي الشامسي ابوي شرمب عنده ترى شوريا عند الشامسي لا الشامسي اول شيء باخذ الحين خلاص هو المستشار واي محمد اي سلس وين تسبح انت انا والله لو الموت في هالغبه بروك عبد انا والله لو بيظهر لو بتعطيني بذل لو بتعطيني عدالي ليش والله ما عفت في نص هاليراير وهالدنيا يلا ماشي زينب غبه سوداء بس يا ظلمه لا اله الا الله يا ريال رد 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 يا ريال هلال زقر ولدك يلا ابغى اركب الكب نسير خلاص البيت كم من الحين نص ساعة ما اخذنا هذا راقد هذا هي داي راقد عادي لو واحد بعد يلا نزين الحين يا ربي ما تذبك هذا الصيد هذه ابوي معوم لين عينها مره فوق هاي يوم يقول شيء طافح هذا يقولون انا طافح كم كيلو بنت حول 35 ابو محمد 35 35 لا لا بين 37 و 35 ما توصل 40 الحمد لله خير 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 ونص ثلاثه من الاطلاق اللهم لك الحمد نعم الحمد لله بس عليكم لا لا بس علينا انا ابوي لعبه هي نحن ابوي ما نصير نكد على ايتام ولا بتجاره تقصير دوب وقيس اللودام
إلا ونيراننا. ما نصير كد البحر الحين، كدة البحر أبوي خلينها للناس عاد اللي يظهرون البيز من نقط كلب. نحن أبوي ما نسمي ندور البيز من نقط كلب. نحن أبوي ما شيء ما شيء شرات والله مخاوة مخاوين شمي على الله يحفظهم ومحمد وعيال والشباب. هذا الصيد اللي عليه رضوان من الله تبارك الرحمن. شو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. محمد شو رايك في الصيد؟